ميزانية حسب الاحتياج لازم تقسم البرامج، قسمناها مع اربع برامج. البرامج الاول سميناها برامج ايش في الحقيقة، ايش فيه في تحت التقصي، في تحت المصالح، في السماعات، وفي المرأة. برامج ثاني هو جبر الضرب الاحتياجية، جبر الضرب الاسوة الفردية والجماعة والجهة الصلاحية. برامج ثالث هو حفظ الذاكرة، فيه مجمل الآليات اللي تكفل حفظ الذاكرة الوطنية وضمان لا عودة وعودة للذاكرة. ثم برامج يسموه ديالكولاب، يسموه القيادة والمساندة، اللي هو مثل الإدارة، اللي هو عن بروجرام بالعربي يسموه سوتيان، اللي هو يمثل الإدارة. هذا إن بيرو دي سي بي نتابع في الإنديكاتور بتاعنا هذوما، نعمل اجتماع دوري كل جمعتين بهيكل التصرف سواء الإدارة ولا اللجان المختصة في الولاية، نجتمع فيهم دوريا، نجي في إطارنا مراقبة ومتابعة للأعمال تاع الشباب اللجان كل كتير عام، نجيو هي كل أسبوعين أعطينا شنو الأوبجيكتيف اللي حددنا هدف معين، وين وصلنا له؟ وصلنا له ساعة ولا ما وصلنالوش؟ كان وصلنا له في البيئات، إذا ما وصلنالوش نسألوا السؤال علاش ما حطيناش الهدف نتاعنا. دونك هذايا دونك نحاول ندخلوا أطون في الوقت اللي بان ما يتجاوز يتم إشكاله. دونك هذه إجمالا.